واني ضايج، اني ما اريد اروح البيت جدي، اني اريد ابقى هنا بالبيت. هاي ابني جيجي، جهزت نفسك؟ ما جهزت نفسي، بس يا ماما لازم تعرفين اني ما اريد اروح البيت جدي. بصراحه انا اريد ابقى بالبيت لان انا عندي الاكس بوكس واريد العب العاب هنا. شوف اسمعني ابني، تعرف انه راح اروح مكان بعيد، اني عثرت على هذا الشغل وهذا الشغل راح يعطيني دائما دواي، بس مستحيل ابقيك بالبيت. انا خاف عليك ابني، لازم تروح البيت جدك، على الأقل راح تروح هناك يوم جدك واضمن عليك. وبصراحة أوكي زين، أقدر أخذ مالتي الأكس بوكس وأخذ الألعاب. يلا أوكي ماكو مشكلة، تقدر تأخذ أمياك، بس يلا استعجل. أوكي يلا خلي أصعد على السريع، خلي أشوفون مالتي الأكس بوكس هياته موجود هنا، حتى أخذت لعبة ماينكرافت بوم. يا لعبتي المفضلة. بس يا جيجي بصراحة أنا أضوج من ذاك بيت جدي، لأن بيت قديم حتى مرعب. بس يا ماما هو جده ما صار زين، أنا عرف صار له هواي هو بس قاعد وما يحكي، أنا أضوج من أروح هناك. يشوف اسمعني ابني، تعرف هو رجال كبير بالعمر وهو أكيد هو ما راح يتحرك، لأن هو أصلا بعده ما صار زين. بس ابني ماكو مشكلة، أنت راح تقعد هناك يمي وتطمئن لأن هو موجود يمك. أوكي بس بصراحة هو البيت بعيد ولازم نمشي مسافة بعيدة. يلا ابني يلا، هستخد كل غراضك. أوكي أنا أخذت هاي الألعاب مالتي، يلا خلو نروح. إيه ابني جيجي، هسه قربنا، هو هذا بيت جدك. بس ماما أنا ما أريد أبقى بهذا البيت، أنا أريد أرجع للبيت مالتني. ابني بس تيش، أصلا البيت مال جدك كلش حلو، بعد جيجي حتى حم بيتنا هذا البيت كلش حلو، حتى قصر. قصر؟ هاي ماما ما تشوفين هذا البيت مبين عليه مرعب، أنا متأكد بالليل يصير يخوف وأنا ما أريد أبقى بهذا البيت. وابني جيجي أنت أصلا ليش تخاف؟ أصلا بالعكس هذا البيت ما بيه أي شيء. يلا تعال هس احنا وصلنا البيت، خل افتح الباب. هس فتحته، يلا تعال. بس هو جدي وين موجود؟ هذا ابني، وهذا جدك موجود هنا، بس خطيه كلش تعبان، بس انت لا تهتم، هو عنده مساعده تجي وتساعده وتنفذ كل طلباته. اوكي هي مرحبا يا جدو. بس ماما هذا بعد ما يجاوبني، ليش ما يحكي وياي؟ وابني انا كم مره اخبرك انه جدك مريض خطيه وما يقدر يحكي، بس ابني هسه لازم اروح شغلي على السريع واني كلش مستعجله، يلا خل اروح. اوكي بس والله جدي شكله مرعب، حتى انا خال صور مرعبه، ما اعرف ليش اكو هاي الصور بالبيت. والله أنا ما أعرف شلون راح أنام بهذا البيت. أوكي بس خلي أحاول بلكي أشوف غرفة سويها لي. والله صور مرعبة بكل مكان، أنا أعرف جدي يقولون من هو صغير يحب الأشياء المرعبة، حتى عنده كل أفلام الرعب بالعالم دائما يتفرج عليها، بس أنا ما أرد أبقى هنا. أوكي خلي أشوف شنو موجود. أوكي أنا ماكو شيء، ممكن أنا أظل بهالغرفة. أوكي خلي أسد الباب. أوكي أنا رح أظل هنا بهالغرفة وما أخرج منها إلى حد ما أمي ترجع من السفر. يلا خل أقعد. يس أنا جهزت نفسي ولازم أروح لهذا الشغل، بس أنا كلش فرحانة لأن عثرت على هذا الشغل وكده حطوني دايموند. أنا أعرف إنه هذا الشغل هذا خطير، رجال كبير بالعمر ولازم أنا أعتني به ونفذ كل طلباته، بس أصور من العنوان. صحيح أصر من هذا الاتجاه، لازم أروح بسرعة حتى ما أتأخر، يلا خلنا أركض. هسه أنا إيش راح أسوي؟ أنا عاجبني ألعب إكس بوكس، بس موجود بس تلفزيون واحد بالصالة، أقدر هي ها منقعدك جرس، والله سمعت صوت جرس. أوكي نعم أنا جيت. صحيح جدي ما يقدر يتحرك، أوكي خلي أستعجل وأشوف منه. هي نعم تفضلي. شنو؟ معقولة؟ انت رجال كبير بالعمر اللي قالوا لازم اعتني بي. شو رجال كبير بالعمر؟ هي شو ما تشوفين انت عمي، ما تشوفين انه انا صغير امو كبير بالعمر؟ اي طبعا انا جيت عمد هذا الشغل، بس وين رجال كبير؟ انت بعدك يعني شاب، انت حتى مو كبير. هي انت ما تعرفين، انت جاي الظاهر على جدي تعتنين بي. جدك؟ وين جدك؟ هو موجود. لعدي يلا روح ابتعد. توقعت بس انت موجود بهذا البيت. شو وين جدك هذا؟ هذا جدك. صحيح هذا رجال كبير بالعمر. هاي مرحبا عمو.
هي اسمعي، انت ما سامع عن جدي؟ هذا اصلا ما يجاوب ولا يحكي اصلا. لعشون يعني مثلا شنو الشغلات اللي اسوي لها اذا هو اصلا ما راح يحكي وياي؟ ما اعرف، اتوقع لازم انت تخمنين هو جدي شي يحب ولازم نسوي له. ولازم اعطي اكل وانطي مي. بس يلا كوكو ماكو مشكله، هي راح اروح المطبخ واسوي له اكل. اكل؟ وشنو الاكل اللي راح تسوي له؟ ما تشوفين هو رجال كبير، انت شو يعني شو راح تسوين؟ انا اتوقع السمك يفيده، جدته تحب السمك مو صحيح؟ هي قاعد اشوف انه ما قاعد يحكي، انا راح اسوي له شوربه، اكيد هو يحب الشوربه. بس اسمعي، هي انت ما قلتي لي انت شنو اسمك؟ جيتي دخلتي بالبيت راسا غير اعرف اسمك. هي شوف اسمعني، انا اسمي رانيه، انت شنو اسمك؟ هي رانيه، شنو هذا الاسم الغريب؟ انا اسمي جيجي. جيجي. اصلا اسمك بعد اغرب من اسمي. اوكي بس هسه شو راح اسوي؟ لازم اشوف هنا شنو موجود. اوكي هنا ماكو شيء، هنا ماكو شيء، لازم اسوي له شوربه. بس شنو راح اسوي له الشوربه؟ اي اسمعي، انا ما عرفت مش قد راح ينطج دايموند على هذا الشغل. وانت ايش عليك اصلا؟ انت اصلا ماك علاقه، لا تتدخل. هي اريد اعرف بصراحه، هذا بيت جدي واني من حقي كل شيء اعرف. اوكي راح اسوي له شوربه قرنب يطوى وراح اسوي كلش طيبه. شنو شنو هذا القرف؟ اصلا هذا ما طيب هذا. هي انت ماك علاقه، أني أصلاً اشتغلنا ولازم أسوي أكل جدك ولازم يكون أكل صحي. يلا خل أشتغل. يس الأكلة كملت، سويت له شوربة خيار لين حرامات القرنبي كان مخلص. أوكي هالصوت كلش لذيذة. هي اسمعي، أنت ما جاوبتيني جدي ايش قد راح ينطيك اللي راح تشتغلين لنا. هي شوف اسمعني، أنا راح يعطوني 10 دايموند لين قاعد أعتني بي. 10 دايموند؟ واو يا جيجي، ليش ما تعتني انت بجدك وينطوك 10 دايموند؟ شنو انت ايش قاعد تشي نفسك؟ هي اسمعي، اصلا احنا قررنا انه ما نريدك، ولهذا احنا انت مطروده وانا راح اعتني بجدي. شنو انت راح تعتني بجدك؟ شوف اسمعني، اصلا هذا شغلي من قبل، انا اللي اعترت على هذا الشغل وانت ما كان لي علاقه. هسه لازم اعطي هاي الشوربه، شوربه الخيار اكيد راح تعجبه. هي بس لازم تعرفين بصراحه هذا البيت كلش مرعب، قاعد تشوفين هاي الصور الموجوده بي، حتى بالليل نانا تتحرك اشباح ويصير اشياء مرعبه، ولهذا انصحك اني تهربي من هذا البيت وما تبقين هنا. هي شوف اسمعني، تتوقع انت بهذا حكيك اني راح اخاف؟ اصلا بالعكس هاي الصوره كلش كيوت، بح هذا شوف شو عنده اسنان مضحكه. مضحكه؟ هي شو ما تخافي من هاي الصور؟ اصلا بالعكس كلش حلوه. هي يلا عمو، هي جدو جدو، يلا اكل اكل. والله البنيه غريبه، انا كذبت عليها، ردت اقول لها انه هذا البيت بيه اشباح حتى تترك هذا الشغل، بس هي ما قاعد تقبل اصلا. بس يلا انا ما علي بيها، احسن حل ارجع لغرفتي. واني صار لي شقد قاعد هنا حتى صار الليل، بس ما اعرف شو راح اسوي اليوم. هي منو اجى؟ اكيد هي هاي البنت نفس رانيا. هي نعم شو تريدين؟ شوف اسمعني، هسه صارت ليل ولازم ارجع لبيتي واجي الوقت تعتني بجدك. اوكي 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 يلا انت روحي. بصراحه البنت كلش مزعجه، احسن حل اقعد هنا. بس انا قاعد افكر انه اخذ التلفزيون من الصاله ورا راح اخليه بغرفتينا، لان اصلا جدي هو ما يباوع التلفزيون. حتى بدي اشغل هنا الاكس بوكس واقدر العب بماينكرافت، حتى راح اجيب العاب جديده واقعد العب واتونس. بس يا جيجي انت اليوم ايش راح تسوي؟ اوكي بس والله بصراحه هذا البيت قديم حتى مرعب بالليل. بس انا ايش راح اسوي؟ انا عندنا حديقه. اوكي عندنا حديقه بالبيت واني بد ما شايفه. بس الثاني عطشت، اجى الوقت انه لازم اشرب مي. يلا خلي استعجل، لازم ابقى هنا. يلا يا جيجي. اوكي لازم اروح للمطبخ حتى اجيب مي. اوكي جدو. شنو؟ هي جدو كان هناك موجود، شلون اختفى؟ معقول يقدر يتحرك؟ بصراحه اني ما اعرف. اوكي خلي اشوفه. جدو انت شلون قدرت تجي بهذا المكان؟ انت كنت بذاك المكان؟ جدو تسمعني او ما تسمعني؟ شنو؟ ما قاعد اسمعك. جدو قاعد تحكي شيء؟ يلا اوكي انا تقربت، انت ايش تريد مني؟ شنو؟ ما قاعد افتهم. اوكي اوكي احتمال تكون هاي البنت رانيه هي جابته هنا. بصراحه ما اعرف ليش جابته هنا. اوكي خلي اشوف وين هذا.
اعتقد ان المي موجود. اوكي يا جيجي، هسه لازم اخذ المي واروح لغرفتي على السريع. يلا تصبح على خير جدو، اجا وقت النوم. يلا خلي استعجل واروح لغرفتي على السريع حتى اشرب مي، انا عطشان هواي. يلا خلي اشرب. هسه صار الصبح. يلا يا جيجي، بصراحة أنا ما أريد أبقى بهذا البيت، أحسن حل راح أطلع برا وألعب. أوكي بصراحة أنا خارج البيت أحلى بوم. بس يا جيجي اليوم إيش راح تلعب؟ أوكي أنا قاعد أفكر إنه ألعب سلة أو ألعب طابة. أوكي راح أقدر ألعب هنا وأتونس. بس مين راح أجيب طابة؟ هي هي راح أحكي وياك. أنت شو خارج من البيت؟ وجدك موجود داخل البيت غير تنتظرني أنا أجي لتطلع. أوكي أوكي هي أنا هستوني طلعت خارج البيت. أوكي يلا تعي ادخلي. هي تجدي موجود هنا. وين موجود؟ هنا. بس أنت ليش نقلت هنا؟ يعني هو خطيه، هو رجال كلش كبير بالعمر، ليش نقلتي؟ احتمال يكون هذا الشيء عليه خطر. خطر؟ هي أنا مواني نقلتي، أنت شنو نسيتي؟ أنت البارح نقلتينا. شنو أنا نقلتي؟ أصلا أنا البارح بقيت بهذا المكان وبعدها خرجت. شنو؟ لعد منو جابه هنا؟ هي انت شنو قاعد تكذبين علي؟ منو اللي قدر يجيبه بهذا المكان؟ هي اكيد انت. يلا قول اعترف. اعترف؟ هي انا توقعت انت جبتينا، قلتي اريد يصير قريب على المطبخ، توقعت حتى يقدر ياكل اذا جاع. هي اصلا بقيت هناك لان اخاف عليه، وتوقعت انه خطر رجال كلش كبير بالعمر، ما يصير احركه من مكانه، احتمال راح يكون علي شيء هذا خطر، ولهذا بقيت بمكاني. شنو؟ بس منو العد شلون قدر يتحرك ويجيب هذا المكان؟ هي جدو، انت معقولة تقدر تتحرك وقدر تجيب هذا المكان؟ اي صحيح. هي جدو خبرني. خبرني قولي هو معقولة جيجي هو اللي حركك؟ يلا قول. هي جيجي هذا قاعد يشوف صوت كلش ناصي، بس ما قاعد اسمعه، يمكن ما يقدر يحكي مو صحيح. يا جدو انت تحتاج مساعدة. او صدق صحيح، احتمال هو صحيح ما يقدر يتحرك، بس تجي اوقات باليوم يقدر يتحرك، ولهذا دفع نفسه وجاب هذا المكان. اي صحيح، انا يوم سمعت حالات تجي اوقات يقدر يتحرك بيها، احتمال على الصحيح. اوكي اوكي يلا اسمعي اعتني بي، سوي لك كل الاكلات اللي ريتها. اوكي اوكي هسه حاسوي شوربه كلش لذيذه، بس شنو راح اسويها وما اعرفها، خلي اشوف هنا شنو موجود. والله البنت غريبه، احسن حل لون التلفزيون موجود. واو هاي الصالة صارت إلي. هسه راح أقدر ألعب هنا أكس بوكس. بالبداية لازم أشغل هاي اللعبة، يلا خل أشغلها. هسه أنا سديت الأكس بوكس، بصراحة أنا اليوم لعبت هواية حتى صار الليل وتعبت. هاي شوف اسمعني، هسه أنا سويت جدك هذه شوربة بطيخ، عود مني جوع طية. أوكي؟ أوكي أوكي يلا هذا الوقت جاء لازم أروح. هيا يلا باي باي. باي 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 باي. يمزين راحت هاي البنت. أوكي هسه أنا شنو اليوم لازم أسوي؟ معقول لازم أعتني بجدي وانطي هاي الاكل، بس بصراحة مبين هاي شوربة لذيذة. يا جيجي ليش ما تاكله انت؟ بس ها لا صحي جدي مبين علي رجال كبير وجوعان. شنو؟ هي انا شفت. هي انا شفت جدي تحرك. شنو؟ جدي تحرك وما ادري. بس وين راح؟ اوكي لازم اصيح هاي البنت رانية. اوكي هي بس هي من راحت من اتجاه؟ اتوقع من هذا الاتجاه. يلا خل اركض. يلا يا جيجي اركض، ما اعرف من اي اتجاه. هي موجودة. هاي رانية، رانية تعاي. هاي انت شتد مني؟ ليش قاعد تصيحني؟ هي اسمعي انت ما تعرفين شنو صار، انا شفت جدي يتحرك. شنو جدك يتحرك؟ اصلا مستحيل يكون هذا الشيء، اكيد غلطان. لا مستحيل. هي انا متاكد شفته بعيني قاعد يمشي، بس راح الى غرفه ما اعرف وين راح. تعي اركض على السريع. شنو معقوله يمشي ويروح الغرفه؟ لا اكيد انت على غلط، مستحيل، اصلا هو رجال كبير بالعمر حتى ما يقدر يتحرك. اوكي هسه تعي راح اشوفك، حتى الكرسي مالته فارغ، هو راح نزل بذاك المكان. اوكي اي مكان قصدك؟ شنو هي انت اكيد انجنيت، انا مو قلت لك انه رجال كبير بالعمر ما يقدر حتى يتحرك؟ مثل ما قاعد اشوفه انه قاعد بمكانه حتى اصلا ما يقدر يتحرك. شنو هي صدقيني انا شفته تمشي وراح على هالغرفه، حتى فتح الباب ونزل، فات بهذا المكان. هي شوف اسمعني،
اكيد تصير بعقلك شيء، او احتمال تهيئ لك هذا الشيء، او احتمال تكون انت نعسان. نعسان؟ بس بصراحه انا ما اعرف هذا المكان وين يؤدي. اوكي خلي انزل، بس تعي وياي. انا بصراحه اخاف انزل بهذا المكان بوحدي. اوكي اكيد هذا قبو تحت الارض، بس شنو فائدته؟ صور ضمن بيه شغلات قديمه وشغلات ما يحتاجوها. بس اوكي، هي شنو هذا الشيء؟ شنو موجود بداخل هذا الشيء؟ ما اعرف، معقول يكون صندوق؟ بس شكله يشبه هذا. لا لا مستحيل. هي ليش احنا بنترك هذا المكان؟ اصلا المكان كلش مرعب. بس بصراحه انا ما اعرف شنو هذا. هذا معقوله الواحد بعد ما يخلوه بهذا المكان وراي يخلوه؟ بصراحه هذا الشيء مرعب. هذا طبعا طبعا، بس مو اصلا ايش خلينا وشنو فائدته؟ هذا تابوت مو صحيح، بس انا حتى اخاف اقول اسمه. اوكي خلي اصعد، انا ما ارد بعد ما ارد اجينا. اوكي اوكي هي شوف اسمعني، انت اصلا عطيتني كل شويه، هسه اجى الوقت نروح لبيتي وانت راح تبقى هنا وتعتني بجدك. سمعتني زين؟ اوكي اوكي يلا روح استعجلي لا تبقين هنا. يلا اوكي راح اروح. بس يا جدو انا متاكد شفتك انت قاعد تمشي، انت ليش رجعت بهذا المكان؟ بس والله ما قاعد يجاوب. بصراحه انا بديت اخاف من هذا البيت، قاعد احس اكو شيء غريب موجود بهذا البيت. بس اوكي احسن حل اركض وادخل غرفتي وانام، انا ما اريد ابقى بهذا البيت. يلا يلا خلينا انام. يس انا بدي اتقرب وراح اوصل هذا البيت. بس صحيح أنا قبل لا أروح لهذا البيت أحسن شي نروح الأسواق، لأن بي أصلا هذا البيت فارغ وما بي حتى أكل. أوكي هالأسواق كلش عنده، حيل إيش قد عنده أنواع أكل، هنا سمك وهنا خضار. أوكي بس أنا شرح أشتري. مرحبا عمو. أهلا نعم يا بنتي تفضلي. أوكي بس أنا شرح تاج، أحتاج بوتيتا وجزر. أوكي أصلا بيت فارغ وما بي حتى أكل. يا بنت أنا أول مرة أشوفك تشتري مني، أنت وين موجودة؟ هي اسمعني عمو، صحيح أنا مساكنة بهذا المكان، بس أنا أشتغل بهذا البيت، قاعد أشوف هذا البيت اللونه بنفسجي، أنا أشتغل هنا. البيت بنفسجي؟ مستحيل يصير هذا الشيء. ليش تشتغل انت بهذا البيت؟ ليش عمو؟ شنو اللي مستحيل؟ اصلا خطي هذا رجال كبير بالعمر، هذا اسمه ميجي، ميجي الكبير، انت تعرفه؟ ميجي الكبير؟ مستحيل. اسمعي يا بنت، هذا الرجال صار لسنين من مات وظل البيت فارغ. شنو؟ عمو انت متأكد من هذا الحكي؟ اي نعم انا متأكد، بس انت ليش تشتغلين بهذا البيت الفارغ؟ عمو اصلا مو فارغ، هو موجود بي وقاعدة تنبي، وحتى دائما قاعدة اسوي له شوربات وقاعدة اسوي له اكل كل شوي. بس عمو احتمال تكون متوهم. اوكي خلي اعطيك اغراض اللي احتاجها. هاش قد المجموع؟ هي خلي اشوف شنو اخذتي. اوكي هذا المجموع 2 دايموند. اوكي عمو هاي تفضل. هي اسمعني يا جدي، انت هاي الشوربة لازم تاكله، يلا حاول تاكل. بس هاي منو جاي؟ اوكي اي نعم الثاني جيت. هلا وجيجي صباح الخير. اهلا اهلا صباح النور، انت ليش متأخرة؟ لازم تسوي الاكل. بصراحة ما قاعد يقبل ياكل هاي الشوربة، ما اعرف شلون يظل عايش بدون اكل. هي شوف اسمعني، صدقت تهتم، انا رحت الاسواق واشتريت الاكل، بس يجي انا سمعت يوم شيء كلش غريب، هذا بالاسواق خبرني بي. ابو الاسواق؟ بس شنو خبرك هذا بالاسواق؟ انا خبرته انه انا قاعد اشتغل هنا وقاعد احتن بهذا جدك ميجي الكبير، هو انصدم، قلت ما تعرفين؟ قال لي هذا من مات صار له كل شوية. بس قلت له انا احتن بي، بس هو انصدم. شنو قلتي مات صار له هواية بس هو موجود هنا؟ بعد ما اعرف، هذا الشيء كلش غريب، حتى اندخت مع شنو اقول لي. بس هي جيجي ايش تتوقع انت؟ انا هسه بديت ادوخ. هي شنو اتوقع؟ بصراحه اكيد هذا يكون غلطان بالاسواق، احتمال يعني هو احتمال ده يقصد غير بيت، ما يقصد هذا البيت. ها اي احتمال صحيح. العاد يلا اوكي جيجي، هسه اجى الوقت انه اسوي شوربه جدك. هي جدو انت تسمعني او لا؟ بصراحه هذا الشيء غريب، ليش بالاسواق قال على جدي ما صار له واي من ميت؟ بس اوكي انا بصراحة بديت اخاف. اوكي احسن حال اقعد هنا، هسا يجي الوقت انه اكل هاي انا الشربة، ينجدي هو ما اكلها. يلا يا جيجي اكل. اوكي هسا لازم اقعد هنا. بس ايش راح اسوي اليوم؟ شنو خططك يا جيجي؟ شنو اللي راح تسوي اليوم؟ اليوم العب اكس بوكس او اطلع العب بالشارع؟ لا هي
هي شنو صار؟ ليش قاعد تصيحون؟ اوكي انا جيت. شنو؟ هي رانيا انت وين؟ هي ماكو اي احد. هي شنو؟ جدو انت تعرف شنو صار؟ انا سمعت رانيا صاحت، او احتمال انا قاعد يتهيالي، بصراحه اني ما قاعد اعرف. بس اوكي، هي رانيا انت موجوده هنا؟ ماكو اي احد. والله احتمال تكون رجعت للبيت مالتي، انا ما اعرف ايش قاعد يصير. اوكي خلي ارجع لبيتي، خلي ارجع لغرفتي هنا واقعد. بس انا متاكد هي صاحت. اوكي يا جيجي، بصراحه انا قاعد احس انه هذا البيت بيه اشياء مرعبه، بس ما قاعد اعرف شنو هالاشياء. وهسه انا ايش راح اسوي؟ بس هاي من قاعد اسمع، قاعد اسمع صوت باب. احتمال رانيا رجعت. اوكي خلي استعجل، هاي رانيا انا جيت. شنو؟ حتى جدي مختفي. هاي رانيا انت وين؟ بس ورقة. اوكي من جايب هاي الورقة بهذا المكان؟ اوكي خلي اقراها، شنو مكتوب بيها؟ يا جيجي اسمعني، اذا تريد تنقذ رانيا تعال انزل تحت الارض. بس من هذا؟ ومن يعرف اسمي؟ بس حتى جدي ما موجود. هاي شنو صار؟ اكو حد بالبيت؟ من اللي كاتب الرسالة؟ اوكي خلي احاول افتح الباب. يلا يا جيجي افتح الباب. شنو الباب مقفولة؟ بس اوكي يقول لي انزل تحت الارض، بس انا مين راح انزل؟ بس معقولة تكون رانيا بخطر؟ بس هو من اللي اخذه؟ انا بصراحة ما قاعد اعرف. اوكي خلي اروح اشوف. انا سمعت هاي الباب هي اللي انفتحت. اوكي خلي انزل. هاي رانيا انت موجودة هنا؟ بصراحة هذا الشيء مرعب، حتى انا خاف انزل. اوكي بس انا لازم اتأكد واشوف شنو موجود. اوكي شنا؟ اوكي ناكو شنا؟ حتى هذا المكان فارغ. بس وين انا راح اروح؟ بصراحه ماكو اي شيء تحت الارض. بس هاي اللوحه. اوكي هاكو مكان سري، بس بصراحه انا بديت اخاف، ما اعرف وين راح ياخذني هذا المكان. اوكي خلي امشي هنا وشوف وين راح اروح. هاي رانيا انت موجوده؟ شنو هاي؟ ايش قاعد يشوفاني؟ بصراحه هذا المكان مرعب. هاي رانيا شنو موجود؟ اوكي معقول يكون هذا باركور؟ اي والله صح هذا باركور، بس معقول تكون هاي رانيا هنا؟ هاي رانيا انت موجوده هنا؟ وما حد ما قاعد يجاوبني. بصراحه هذا المكان خطر، حتى بيها ياكل عظميه. هاي رانيا انت موجوده هنا؟ اوكي اذا لازم استخدم السيف مالتي. بصراحه هذا المكان خطر يا جيجي، حاول تقفز هنا. بس بصراحه هذا الباركور هذا اخطر باركور بالعالم، اللي هو باركور اللافا. اوكي خلي اقفز هنا. بعد يا جيجي لازم تستعجل وتشوف هذا الطريق وين راح يؤدي. اوكي بعد هنا. اوكي يا جيجي استعجل، يمكن بقى شويه واكمل. يلا اوكي. شنو؟ هيا جدو ارجوك اترك رانيا، انت جايبنا بهذا المكان وحتى ما قاعد يجاوبني. اوكي يا جيجي حاول تقفز هنا. هيا جدو هذا المكان خطر، انت اللي جايبنا هنا. انت تتوقع انه اني جدك؟ انت ما تعرف اني منو؟ شنو انت شبح؟ انا قضيت على جدك صار لي سنين وماخذ شكله، تتوقعون انه اني جدكم؟ وجا الوقت انه اني اقضي عليكم. هاي مستحيل تقضي علينا، اصلا اني اللي راح اقضي عليك. انا مستحيل اسمح لك ان تسوين هذا الشيء. يلا اوكي. واو والله قضيت علي ابو. قضيت على هذا الشبح الشرير. بس ما اعرف رانيا. هاي رانيا، رانيا انت لازم تقعدين. هاي رانيا وهي ما قاعد تقعد. اوكي هاي رانيا انت لازم تقعدين. من جيجي جي.
جيجي وانا وانا وهذا هذا الشبح وانا اختفي. اي اسمعي، اني عرفت انه هذا الشبح، اني جيت انقذك وقاتلته بس هو سقط باللافا وقضيت حاليا. شنو جيجي انت متاكد من هذا الشيء؟ اي طبعا اني متاكد. هسه اسمعي، لازم نرجع باسرع وقت، لازم نبقى هنا حتى نخرج من هذا البيت. بني انا عرفت انه هذا البيت مرعب. لازم تستعجلين، انا وين راح اقفز؟ لازم تقفزين. طبعا طبعا اقدر راح اجي وياك، يلا استعجل. يس احنا خرجنا من البيت، حتى انا فرحان احنا ما صار بينا اي شيء. ابني جيجي ابني جيجي. اوكي هيا تجتي امي. ابني انت ما بك شيء مو صحيح؟ اي ما بي شيء، بس انت ما تعرفين، طلع هذا اللي بالبيت هذا مو جدي الحقيقي، هذا شبح متحول الى شكل يشبه بس راضي يقضي علينا. بس همزه ابني انت ما صار بيك شيء، هسه اطمئنيت من هاللحظه ابني مستحيل ابقيك بمكان ثاني، انت راح تبقى وياي دائما. اوكي واو ثاني راح ارجع للبيت. بس رانيا انا هسه راح اروح. اوكي واذا تريدين تعالي انا بيتي صار من هذا الاتجاه، نقدر دائما نلتقي ونلعب سوا. اكيد ما يخالف، اكيد راح اجي لبيتكم. اوكي يلا باي 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 باي. يلا ابني جيجي احنا ما صرنا تاخر، لازم نستعجل روح لبيتنا، يلا تعال. ولنا حبايبي وصلنا نهاية الفيديو، إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة، نلتقي فيديو جديد، مع السلامة.